ودابا غادي نجربو كيفاش نقطع البصله. انا ديجا قبل ما نبدا الفيديو رانا قطعت البصله، ولكن جاتني شويه صعيبه، هبط تقريبا لايك شنو نقول لك، لايك الربع ديال البصله، وهذيك القشره الفوقانيه اللي كتكون شويه غليظه ما هبطاتش. نجرب قدامكم باش تشوفوا النتيجه مزيان. عندي بصله هنايا قطعتها، غادي نحطها في البليت وغادي نبرك بهادي، وخصني نبرك مزيان. كما كتلاحظوا النتيجه ماشي مزيان بزاف، ولكن خص تكون الخضره او البصله تكون طريه بحال هذا الطرف، هذا ما بغاش ينزل. نحاولوا عاد نديرو الفوق، قلنا بس بس غادي يضيع لنا البصله. عاد هبطت ليا تما باقي الاخر. بالنسبه لهاد كما نقولوا حنايا جهاز ولا ماكينه ولا يدويه، جهاز يدوي، البصله خصها تكون طريه. انا كي جربت حداكم بقات ليا داك القشره الفوقانيه ما بغاش تهبط، يعني جوج، والبصله كانت صغيره قطعتها على جوج، وهاد الفوقاني هذا ما بغاش يهبط، يعني جوج منه. So is not 100% perfect، ماشي شي حاجه اللي مزيانه. غادي نجرب نحيد البصله من هنايا ونجرب الخيار. من بعد ما غسلتها من البصله الا غادي نجربوا الخيار ونشوفها ثاني حدنا. عندي طرف ديال الخيار او نص خياره وقطعتها عاوتاني على نصف اخر، غادي نحطها عاوتاني نجربو حتنا. يلا نفس الشيء، الاله اليدويه ماشي ناجحه 100%، خص تكون الخضروات طريه، يعني البصله، الفلفله، خيار، الجزر، جميع الالات اللي بغيتو نتوما تقطعوهم في هاد الاله يكونوا طريين. اذا كانوا شويه نتاع يومين ثلاث ايام غادي توجدوا صعوبه باش تحطوها في هاد البليت وتضغطوا عليها باش تخرجوا عليها النص على النتيجه. شكرا على المشاهده، ونتلاقى معكم عاوتاني في وصفه جديده او في ريفيو جديد.